أخرى. كيك بأن أصلاً هذا ولي الإرهاب خامنئي يصدق بكل كلمة، وهو يهجم على يدعم أرمينيا مقابل الشيعة، فيريد أخي العزيز أن يكون تحليل. بس هناك رواية أخرى يقدمها النظام هنا أستاذ صلاح، حتى من خامنئي ومن المسؤولين، أنه من يتظاهر الآن هو مدفوع من الخارج في عملية شيطنة. مدفوع من الخارج يمكن يقال لخلية، أو يمكن يقال لتنظيم خارج البلاد. الآن وأنا أكرر، المظاهرات اجتازت كل الحدود القومية وأيضا الطبقية والعمر لكل المتظاهرين اليوم. بس الآن أستاذ صلاح، الآن أستاذ صلاح، لو أراد النظام بعد شهر من التظاهرات والاحتجاجات على وجوده المطالبة بإسقاطه، لو أراد في المقابل كما يتساءل البعض تحشيد الملايين، إخراج تظاهرات بالملايين، يستطيع أو لا يستطيع؟ أخي العزيز، يعني كنا نعرف جيدا بعد أسبوع من المظاهرات إيران كان يحشد ويخرج بعشرات الآلاف من العمال والموظفين والدوائر والبسيج وغير ذلك. الآن هناك شهر زمان لم يتمكن إيران من إخماد هذه الثورة، لا بالعكس، في عبادان والمحمرة والمدن الأخرى سكر الحسينيات، سكر المساجد، أوقف صلاة الجمعة. يعني النظام يتهاوى بشكل سريع جدا، ويبقى عندما أتكلم أنه النظام سقط، سقطت مكونات النظام، سقطت مقومات النظام، سقطت شرعية النظام، سقطت هيبة النظام، هذا كله سقط. لأن المشاركين في الثورة، المشاركين في الاحتجاجات الواسعة، هم من كل الفئات العمرية ومن كل الطبقات ومن كل الشعوب في جغرافية إيران السياسية. إيران دخل بعدة مراحل لإيقاف هذه الثورة. على سبيل المثال حاول يحجمها في كردستان، حاول يحجمها في قضية المرأة، حاول يحجمها في قضية الحجاب، حاول يحجمها بأعداء الإسلام، بأعداء النظام. كل هذه المبررات سقطت، ولا زال الانتفاضات ولا زال المظاهرات ولا زال الاحتجاجات مستمرة في عموم جغرافية إيران السياسية. الأمر ليس كما يراه البعض من السادة المحللين في جغرافية إيران السياسية. الشعب والشعوب الغير فارسية تجاوزوا النظام بكثير، وأصبح هدفهم نهاية هذا النظام. وأنا أعتقد تمام أستاذ صلاح، نحن نحاول أن نتحدث بموضوعية لنفهم حقيقة ما يجري، والأيام القادمة ربما ستثبت حقيقة الأمور أكثر. شكرا جزيلا لوجودك معنا، شرفتنا في استديو التاسعة. الأمين العام للجبهة الشعبية الأحوازية صلاح أبو شريف الأحوازي، أهلا ومرحبا بك دائما معنا. تعقيب إذا سمحت، في مسألة، يعني النظام الآن يسوق بأنه لم يتم التوافق على مسألة الملف النووي الإيراني، وبالتالي ما يجري من حراك في داخل الشعب الإيراني هو مدفوع من الخارج، وهذه رواية واضحة، يعني مؤامرة. يضاف إلى ذلك بأن من طبيعة النظام الإيراني أن يحاول التنفيس عن كثير من الاحتقان الشعبي الذي يجري، فلذلك حتى مسألة ترك المظاهرات تنتشر بهذا الأسلوب قد تكون مدفوعة من قبل النظام، لأنه يريد تنفيس ما موجود في الشارع الإيراني نتيجة الضغط الكبير جدا، علما بأنه إذا جئنا إلى الموقف الدولي، مثلا موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الآن حسب تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأنها داعمة وأنها تساعد الشعب الإيراني وستحاول توفير الأنترنت طوال الفترة المقبلة، قد تكون هي وسيلة للضغط على النظام الإيراني في مسألة الملف النووي الإيراني، علما بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وعدت هذا النظام بمليارات من الدولارات إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نووي. هذا النظام نظام بروغما يتعامل مع الغرب على حسب المصالح التي تقتضيها مصلحة النظام، ولا ينظر إلى مصالح شعبه، لأنه لو نظر إلى مصالح شعبه كما يتكلم يعني لكان منذ زمن طويل ترك مسألة التوسع الخارجي والتفت إلى الداخل الإيراني، ولكن هو لا يراعي هذه المسائل لأن لديه مشروع إقليمي، ولديه التزامات حتى مع القوى الدولية والقوى الغربية في مسألة التعامل. لذا نرى بأنه مسألة طبيعية. الآن من يوقف معركة الحديدة؟ من أوقف معركة الحديدة في الفترة الماضية في اليمن؟ في اليمن من أوقفها؟ أوقفتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. إذن النفوذ الإيراني مقبول، لأنه الإدارة الأمريكية لا تريد تغيير هذا النظام، تريد تغيير سلوك النظام فقط. هنا المشكلة، يعني حتى بأنه أحد مستشاري يمكن السيد ياسين أقطاي كتب موضوع ونشر في الجرائد، يقول فيها مسألة بأن إيران هي الدجاجة التي تبيض لأمريكا ذهبا في المنطقة، لأنها مستفيدة أمريكا من هذا التغول الإيراني. جميل أستاذ حاستم، لكنك أشرت فيما قبل عن
مأزق مركب في الداخل وفي الإقليم في ساحات التي تسيطر عليها إيران أو يتواجد لها نفوذ. نعم. وقال لك الأستاذ صلاح أنه بالفعل النظام يعاني حتى في إشارة بموضوع عجزه عن تحشيد المؤيدين في الشارع. من يقول أنه عاجز النظام؟ أنا لا أعتقد بأن النظام عاجز عن تأييد المؤيدين، ولكنه لا يرى حاجة لذلك الآن، فلذلك هو الآن يحاول يستطيع أن يسير ملايين الناس في تظاهرات حاشدة. يستطيع النظام أن يخرج الكثير خلال الفترة المقبلة، ولكنه لا أعتقد بأنه بحاجة إلى هذه القضية. هذه مسألة قراءات متعددة، يعني أنا رأيي هذا في مسألة متابعة للشأن الإيراني خلال هذه الفترة، بأنه إيران قادرة على قمع هذه المظاهرات وستنتهي هذه المظاهرات كما انتهت المظاهرات السابقة. أها، هذه قناعتي. طيب.